العباءة والنقاب سبب في العذاب والعقاب، عباءة على الأكتاف ضيقة مزخرفة الأطراف، هذه عباءة للستر أم فستان زفاف؟ شرع الله العباءة لستر الزينة والجمال، لا للتجمل وجذب أنظار الرجال. فمتى ما كانت العباءة للزينة انقلبت عليك نكالا ووبالا بين يدي الله تعالى. اسمعي، العباءة التي تحرك عين الرجل قد تحرك غضب الله عز وجل. هذا إذا حركت عيناه، كيف إذا حركت قلبه؟ كيف إذا حركت شهوته؟ كم من رجل مفتون بعباءتك والعيون، ستسألين عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون. فلا تكن عباءتك لافتة للأنظار، فلربما تغضب الله الواحد القهار.